الإيكوليبريم بوزيشن ده اللي هو اسمه موضع الاتزان. لو أنا رسمت لك الحين ده محور إكس، محور إكس عليه نقاط زي إكس بتساوي صفر، إكس بتساوي واحد، إكس بتساوي اتنين وهكذا، وجيت حطيت هنا شحنة عند إكس واحد شحنة بوزيتيف وسميتها كيو 1، وحطيت عند إكس اتنين شحنة كمان بوزيتيف وسميتها كيو 2. لو حطيت شحنة صغيرة في مكان ما هنا ودي اسمها شحنة اختبار، هلاقي ان الكيو 1 تعمل ايه في الشحنة الصغيرة دي؟ ريبل ريبل، يعني it will move toward right، خلاص تحت قوة اسمها اف 1. طيب والكيو 2 هتعمل ايه في برضو الشحنة؟ ريبل ريبل، هتحركها الناحية دي بفورس اسمها اف 2. لو كان بالصدفة ان اف 1 بتساوي اف 2، ده معناه ايه؟ معناه ان اف نت ايكوال زيرو، اف نت اللي هي محصلة القوى ايكوال زيرو. ده معناه ان الموقع اكس ده، اكس اكولاي دي هتبقى اسمها ايه؟ ايكوليبريم بوزيشن. تمام. سهل كده الموضوع؟ ايوه طيب الايكوليبريم هذه في شوية خصائص كده بروبرتيز اعرف منهم المكان، يعني يبقى زي عندي زي سنس اعرف منه المكان بتاع الاتزان هذا. اول حاجة ان الايكوليبريم بوزيشن بتوين اللايكتشور، زي ما انا رسمت كده في الاريا بتوين اللايكتشور نوت اوتسايد ذا تشارج. يعني دلوقتي لو انا سواء الشحنتين الاساسيتين كانوا موجبتين او سالبتين، بيكون الاريا اللي فيها الايكوليبريم بوزيشن بتوين اللايكت شارج نوت اوت اللايكت شارج. تاني خاصيه او تاني حاجه عايزين نعرفها ان هي بتكون اوتسايد عن لايكت شارج. يعني انا لو عندي هنا بوزيتيف تشارج وعندي هنا نيجاتيف تشارج، هذه موجوده عند اكس 1، هذه موجوده عند اكس 2، ودي سميتها كيو 1 ودي كيو 2، ورحت جايب تيست تشارج وحطيتها بينهم، تيست تشارج بوزيتيف صغننه خالص. هنا الكيو 1 هتعمل ايه في الكيو نود؟ It will ripple this charge to the right with force called F1. طب الكيو 2 تعمل ايه فيها؟ It will attract، مظبوط؟ with force اسمها F2. طيب هل في المنطقة دي كده ينفع يكون F1 plus F2 equal 0؟ لا طبعا it's impossible، ما ينفعش. عشان كده بنقول ان الإيكوليبريم بوزيشن، إيكوليبريم بوزيشن موضع الاتزان بيكون بين اللايك تشارج زي كده، وما بيكونش موجود بتوين ان انلايك تشارج. يبقى الانلايك تشارج مش موجود في النص بينهم، اما الموجود فين؟ اوتسايد انلايك تشارج، يعني ماي بي في الاريا هذه او في الاريا هذه. طب تيجي نجرب ونحط تيست تشارج في المكان ده، تيست تشارج غالبا بيسموها كيو نود. لو سألت كيو 1 تعمل ايه في التيست تشارج؟ It will ripple it ريبل to the left under force اسمها F1. الفورس حاجة والتشارج حاجة، ها دول مختلفين، الفورس بنيوتن التشارج بالكولوم. يعني مش لازم الشحنة دي تساوي الشحنة دي، لا طبعا، انما لازم الفورس دي تساوي الفورس التاني. طب كيو 2 نيجاتيف تعمل ايه في البوزيتيف؟ كيو 2 نيجاتيف تعمل ايه في البوزيتيف؟ will attract the test charge under force اسمها F2. If F1 equal F2, this position it will be called equilibrium position. محصلة القوة فيه بتساوي صفر، ال F net بتساوي صفر، يعني this charge not move to the right or to the left. It will be at rest. طب ما تيجي نجرب المكان ده، لو حطيت positive charge هلاقي Q1 ripple to the right بفورس اسمها F1، Q2 attract with force اسمها F2. يعني هنا في احتمال ان يكون عندي equilibrium position، هنا استحالة يكون عندي equilibrium position، هنا في احتمال ان يكون عندي equilibrium position. طب يا ترى يا مستر ايه اللي بيحدد لي بقى ان الايكوليبريم دي نقطة واحدة بس، مكان واحد بس مش مكانين؟ يا ترى ساعتها بقى اختاره ناحية اليمين ولا اليسار؟ الشرط ده اللي بيحدد لي near to the smallest charge. يعني ايه؟ يعني احنا هنرسم تاني charges ونقدر ندرس عليها. انا عندي هنا دوت الاكس اكسس، حطيت التشارج هنا بوزيتيف وسميتها Q1 وكانت بتساوي 2 مايكرو كولوم، وحطيت هنا تشارج نيجاتيف وسميتها Q2 وكانت بتساوي نيجاتيف 5 مايكرو كولوم.
وقلت لك يا ترى الإيكوليبريم بوزيشن هيبقى عند النقطة رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4، يلا تعتقد موضع الاتزان هيبقى في 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ ها، واحد وان 1. ليه 1؟ عشان الواحد دي تحقق فيها شرطين. الشرط الأولاني إن هي outside unlike charge. الشرط الثاني انها near to the smallest charge too. هتقولي لي طب ما نيجاتيف 5 اقل، اقول لك لا انا ماليش دعوه بالاشاره النيجاتيف، اللي تشارج هنا قيمتها 5 ونوعها نيجاتيف، اللي تشارج هنا قيمتها 2 ونوعها بوزيتيف. هذا المكان حقق لي شروط معينه للايكوليبريم بوزيشن. هنرجع تاني معلش عشان نفتكر مع بعض، درسنا اسمه موضع الاتزان ايكوليبريم بوزيشن. يعني ايه موضع الاتزان؟ مكان بتكون محصلة القوة فيه بتساوي صفر. يعني ايه برضه محصلة القوة بتساوي صفر؟ يعني ال F1 equal F2 and in the opposite direction. وده معناه ايه؟ معناه ان المكان هذا، النقطة هذه لو حطيت فيها charge not affected with any forces، أدناها قاعدة حاطة رجل على رجل ومش هتتحرك لا مع فورس يمين ولا مع فورس شمال، لأن في الحقيقة مفيش فورسز بتأثر عليها، خلاص لغوا بعض خلاص. وقلت إن المكان دوت موجود ليه خصائص، ليه اشتراطات، إن هو between the like charge positive or positive or negative or negative in the area between these charges may be near to this charge or to another charge may be near to each charge، مش شرط يبقى في منتصف المسافة. تاني حاجة إن الـ equilibrium position بيكون outside unlike charge، يعني لو عندي positive و negative بيكون براهم. طب يا ترى بره جنب مين؟ جنب الـ smallest charge، بيكون ناحية الـ smallest charge. خلاص؟ آخر نقطة معانا بيقول لي the kind of charge، دي مهمة أوي. the kind of charge in equilibrium position، الشحنة اللي موجودة في الإيكوليبريم بوزيشن سواء بوزيتيف أو نيجاتيف not affect in the position، ما بتأثرش في المكان ده بأي شيء. مش فاهمة يعني إيه؟ يعني أنتوا بنفسكم قلتوا لي إن النقطة واحد دي فيها موضع اتزان، صح؟ مظبوط كده أنتوا قلتوا لي كده؟ لو أنا جيت في هذا المكان وحطيت شحنة بوزيتيف، دي تعمل فيها ريبل ودي تعمل فيها أتراك، واكيد الاثنين دول بيساوون بعض، عشان كده اسمها equilibrium position. طب ايه رايك يا مستر لو حطيت شحنه نيجاتيف، دي تعمل فيها ايه؟ اتراك، ودي تعمل فيها ايه؟ ريبل. يعني ما فرقش نوع الشحنه اللي موجوده في موضع الايه يا بنات؟ الاتزان، صح؟ ده في حاجه كمان، قيمه الشحنه في موضع الاتزان ملهاش اي لازمه. يعني ايه؟ يعني لو اللي تشارج هنا 1 كولوم او مليون كولوم ما بتفرقش. فهمنا كده؟ يبقى التشارج اللي موجودة في مكان الاتزان سواء نوعها سواء قيمتها ما بتغيرش شيء في المكان. المكان ده نقطة يا بنات، موضع، مكان، كرسي، خلاص؟ يقعد عليه شحنة موجب، يقعد عليه شحنة سالب، يقعد عليه شحنة صغيرة، يقعد عليه شحنة كبيرة، مش هيغير في مكان الكرسي شيء. سهل الموضوع؟ طيب ازاي نحدد موضع الاتزان ده بقى؟ ازاي احدده؟ احدده في طريقتين، والطريقتين اسهل من بعض جدا. طريقه ان انا احفظ القانون ده، ايه ده معقد قوي، اقول لك والله ما معقد ولا حاجه. بص كده، هذه جذر كيو 1 مضروب في مكان الشحنه الثانيه، يعني باخد الشحنه الاولى دي تحت الجذر اضربها في الاكس بتاعت الثانيه، زائد جذر كيو 2 اضربه في مكان الشحنه الاولى على جذر الشحنه الاولى زائد او ناقص جذر الشحنه الثانيه. طب زائد او ناقص يعني هتطلع لي قيمتين، two values، معنى كده ان في واحدة هتقبل وواحدة ايه؟ هترفض، تبقى غير مقبولة. ليه يا استاذ تقبل او ترفض؟ بناء على ايه؟ بناء على الاشتراطات اللي انا قلتها من شوية. خلاص؟ تاني يا مستر، يبقى ال x equal radical q1 times q2 plus radical q2 times x1 over radical q1 plus or minus radical q2. اوكي، يبقى دي طريقه. السؤال بيقول بسم الله الرحمن الرحيم two point charges are fixed on x axis. يعني ايه fixed يا بنات؟ يعني ثابتين على مكان معين في x axis. q1 6 مايكرو كولوم، اهي q1 اهي بوزيتيف اهي يا بنات، 6 مايكرو كولوم.
is located at the origin, يعني ال x1 equals 0 and q2 negative, عندي charge تانية negative, negative 3 microcoulomb, is located at point A with x2 equal 8 centimeter. يا ترى ال equilibrium position هل هتبقى في المنطقة رقم 1 ولا 2 ولا 3؟ واحد وثلاثة. احنا قلنا ان هي بتبقى موجودة في مكان واحد بس. يا واحد يا ثلاثة. واحد. ليه واحد؟ ماشي انا اقول ثلاثة. ليه ثلاثة؟ لان اول حاجة القانون الاول احنا قلنا ان ما ينفعش يكون بين ال Q1 و Q2 لما يكونوا unlike charge. حلو. فيبقى اكيد استنى اعيد الكلام اللي انت قلتيه معلش. يبقى دلوقتي يا بنات ال equilibrium position لا يوجد between ال unlike charge. لا يوجد between the unlike charge. هذه دي أول حاجة. هيبقى موجود outside the unlike charge. هذه دي أول نقطة. يبقى maybe one or three. Then كملي. هتبقى واحد أو ثلاثة. فالقانون الثاني اللي بعده بيقول إيه؟ إنه الشحنة بتكون أقرب للرقم يعني للشحنة صح. اللي هي أقل. صح. يعني أنا ما ينفعش. أقل هي ثلاثة. ثلاثة أقل من. ما ينفعش أختار المكان دوت ليه؟ عشان دي هتكون قريبة من Q الأكبر الكبيرة صح؟ احنا ما ينفعش يكون جنب Q كبير. اما الانهي مكان يا بنات اللي ينفع؟ هذا بس. ليه؟ عشان هتبقى قريبة من الشحنة الصغيرة صح؟ قريبة صح. من الشحنة الأصغر. أصغر في المقدار. هنا ستة وهنا ثلاثة. ستة وثلاثة. طيب أسألك سؤال، ليه ما اخترناش في النص بين الشحنتين؟ لأن بيستوي. قولي لي عشان دول unlike charge. عشان unlike charge. امتى يكون بين الشحنتين؟ يوم يكون لايك. برافو عليك. وصلت المعلومة ولا عيد؟ لا وصل. تمام. يبقى أنا يا بنات أنا موضع الاتزان هيبقى في مكان هنا كده. في حتة هنا كده. أهي. الموضع ده إحنا بنسميه X جذر Q1 مضروب في مين؟ مسافة Q2. في X2. برافو عليك. زائد جذر مين؟ Q2. مضروب في مين؟ مسافة X1. برافو عليك. على فكرة الـ X هنا مش مسافة. ده البوزيشن الموقع على محور X. أوكي؟ مش ديستانس ده نقطة يعني على جاز Q1 صح كده؟ ايوه زائد او ناقص جذر Q ايه؟ هي الاكس دي مفروض تكون في الحتة اللي اكبر من كام؟ اكبر من 8 سنتي صح؟ يعني الشرط بتاعي دلوقتي ان اكس greater than 8 سنتي. يعني لو اكس طلعت اقل من 8 سنتي هتبقى في الحتة دي، تبقى اجابتي خاطئة. لو اكس طلعت اقل من الصفر تبقى في الحتة دي، تبقى اجابتي كمان خاطئة. يبقى لازم الانسر اللي هتطلع لي تكون الـ X greater than كام يا بنات؟ 8 سنتيمتر. أوكي؟ يعني أنا هعوض دلوقتي عشان أبدأ أتناقش معاكو تاني. جاز Q1 6 مايكرو كولوم، بناخد 6 كمان بس. X2 8 سنتيمتر، باخد 8 بس. زائد جاز Q2 مش هاخد سالب 3، باخد 3 مضروبة في X1 بكام؟ 0. 0 0 قسمة جذر 6 زائد أو ناقص جذر 3. ممكن واحدة تحسب لي الحسبة دي وتقول لي بتساوي كم؟ أنا طلع لي 16 ماينس 8 جذر دوسي اس دي. في عندك زرار في الآلة اس دي؟ 4.7. 1. كم؟ 4.7 تمام سنتيمتر. ده لما أنت كان تحت حاطة بوزيتيف صح؟ غيري البوزيتيف وحطي نيجاتيف يطلع كم؟ تحت بس 27.3. 27.3 ايوه تحت بس. تمام. طيب ملاحظين هنا يا بنات انهي القيمه اللي هنعتمدها وانهي اللي هنرفضها؟ اكس اللي تحت اللي هي ايوه دي اللي هنعتمدها، دي المظبوطه. ليه؟ عشان اكس ات ماست بي جريتر ذان 8 سنتيمتر. انما ديت دي ان بتوين واحنا مش عايزينها، هتبقى بتوين التو تشارجز واحنا مش عايزينها. سهل الموضوع جدا على فكره، لو حلينا عليه واحد تاني يمكن يبقى مور اند مور easiest. تيجي نجرب واحد تاني؟ يلا نجرب واحد تاني. برضو لازم نرسم، لازم. عارف الرسم ده بيوضح لي حاجات كتيرة جدا، يعني مش شرط كل المسألة تبقى مرسوم. ممكن يجي لنا زي دي كده: A point charge of plus 3Q is located at origin. يعني ايه origin؟ يعني ارسم خط الاعداد عند X بتساوي صفر، موجود charge positive واسمها Q1 وقيمتها 3Q. أنا ترجمت الكلام أهو يا بنات. And a point charge negative Q is located on x-axis at D تساوي 0.5.
يعني موجودة عند حتة اسمها دي 0.5. طيب يعني احط دي هنا الناحية دي يا بنات ولا هنا؟ ال 0.5 يمين. تبقى على يمين الصفر صح؟ يمين. ايوه يعني ايه؟ هتبقى هنا كده اكس تساوي 0.5 وكان عندي شحنة سالب وهذه كيو 2 تساوي نيجاتيف كيو. عارفين يعني ايه نيجاتيف كيو؟ ايوه نيجاتيف اللي هي يعني الشحنة والكيو معناها شحنتها واحد. يعني كأنها نيجاتيف 1 كيو، نيجاتيف 1 ايه؟ كيو. كيو. هسألك سؤال وتجاوبيني يلا. ينفع موضع الاتزان يكون هنا في المنطقة رقم واحد الحتة دي ولا اتنين ولا تلاتة؟ قولي لي يلا، واحد ولا اتنين ولا تلاتة وليه؟ ما ينفعش يكون في النص يعني صح، اثنين عشان خاطر دول unlike شحنات charge. unlike charge. برافو عليك، يبقى كده ألغي دي خلاص مش محتاجة. ها طيب أنا قلت لزميلاتك نيجاتيف كيو يعني إيه؟ يعني إيه نيجاتيف كيو؟ يعني يعني كأنها نيجاتيف 1 كيو صح كده؟ يا ترى بقى موضع الاتزان هيكون جنب الشحنة الصغيرة ولا الكبيرة؟ صغير طب الصغيرة تلاتة ولا واحد؟ واحد يعني تلاتة. يعني المفروض في المنطقة. برافو عليك، يعني كده يا بنات أنا هلغي هذا المكان. النقطة دي أنا هسميها إكس، بتساوي كام؟ أنا معرفش. مفروض إكس هنا شرطها إيه؟ إيه الشرط بتاع إكس؟ هي أكبر من واحد أكبر من 0.5. من 0.5، وهنا كاتب لي متر يبقى أكبر من 0.5 متر. طيب يا بنات نفترض في مسألة كانت مفروض في الحتة دي، عارفين الشرط يبقى إيه؟ إكس أكبر من الصفر وأقل من 0.5. ده لو كانت في الحتة دي، يعني عرفنا دي رياضيات مكان، يبقى هنا في المكان ده مفروض إكس تساوي أكبر من 0.5. طب يلا القانون حفظ، الشحنة الأولى في مكان التانية زائد التانية في مكان الأولى على الأولى زائد التانية وناقص التانية تحت الجذر. تمام. يلا قوليهم تاني كده بسرعة. أنا هكتب هنا جذر، جذر كام؟ مليني. جذر 3 3 مضروبة في كام؟ في 0.5 يس، في مكان الشحنة التانية، هذه في مكان هذا، أوكي. زائد جذر كام؟ 1 برافو عليك، مضروب في كام؟ 0 ممتاز، طبعا ده بصفر بس أنا بكتبه عشان أنت بتذاكر، على جذر زائد أو ناقص جذر، جذر كام؟ 3 ها 1 هيطلع كام قيمة؟ 2 طلعي لي القيمتين، مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط؟ نعم أول قيمة 0.31 0.31 يعني أيوة. هتبقى x تساوي 0.31 و x كمان بتساوي كمان كام؟ 1.18 1.18 ناخد الثانية وناخد الأولى اللي هي 1.18؟ هي مظبوط، طب ليه خدناها؟ ما لأنها خدنا أكبر من 0.5. الله يصلح حالك يا بنت، كده مظبوط أكبر من 0.5 وديت لا ديت كده. انا طبعا في الغالب هتمتحني مالتيبل تشويس، خلاص سهله الموضوع ايزي. طب هصعبه سنه صغننه، مش انا اللي هصعبه، هي المسائل هتبقى maybe more difficult، بس more difficult بحاجه بسيطه. انا كان كل مره يا بنات كل مره كان يديني اكس 1 واكس 2، ايه رايكم لو اداني اكس 1 واكس وطلب مني اكس 2 مثلا، او اعطاني اكس 2 واكس وطلب من اكس 1؟ خلاص دي اصعب شويه صغيره، بس انتوا لو ركزتوا معايا هتلاقوها سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص ان شاء الله. تيجي نجيب مساله زي كده؟ يلا بس هنجيبها بالعربي بقى عشان ما لحقتش اترجمها. ماشي عادي لو جبناها بالعربي، اهم حاجه الفكره بتاعتها. اوكي طب وانا معلش السؤال كان ايه تاني عشان انا نسيت احنا ايه الموضوع؟ ها هيطلب مني ايه يا بنات في المساله اللي انا بعملها دي؟ يا اما اكس 1 يا اما اكس 1 يا اما اكس 2. هنستخدم استراتيجيه تانيه خالص غير اللي احنا كنا بنعملها. ادي رسمه كبيره اهي عشان تبقى الامور واضحه قدامنا زي انا بقرا. طبعا احنا على طول متعودين ان احنا سواء بنقرا مساله سواء عربي ولا انجليزي بنحاول نترجمها الى رموز ونفهم كده الدنيا ماشيه ازاي. فانا هقرا وهترجم واحل واعمل كل حاجه، انت بس شاهدي كده وقولي لي انا عارف يعني بعمل ايه. يقول لي كما في الشكل Q1 equal 4.325 مايكرو، ادي Q1. وطبعا الارقام يا بنات الغلسه دي ما تقربوش، خلاص مفيش حاجه اسمها تقريب خالص. Q1 تساوي 4.325 times 10 to the power of negative 6. لا ما نحولش برضه لان دي مساله نسبه، مش انا في المساله اللي فاتت ما حولتش السنتي سبته زي ما هو وما حولتش المايكرو. طيب انما لو كان هنا مايكرو وهنا نانو احول. اوكي تمام. اوكي تمام، انما لو نفس الحاجات لان معامل التحويل هيروح. فبيقول لي كما في الشكل Q1 بتساوي كذا 4.325 مايكرو كولوم،
وتقع عند x واحد لسه ما قاليش الرقم. والشحنة 7.757 مايكرو كولوم، وتقع عند x 2 بتساوي 14.33 متر. انا قبل ما احل يا بنات، الشحنة دي بوزيتيف والشحنة دي بوزيتيف، موضع الاتزان بينهم ولا اوتسايد؟ between or outside؟ between. between تمام. طيب وهتبقى قريبة من الشحنة 4 ولا قريبة من الشحنة 7؟ من الشحنة 4. تمام، يعني لو رسمت لك رسمة هنا كده وديت نقطة A ودي نقطة B، الإيكوليبريم بوزيشن هتبقى عند A ولا عند B؟ عند A. تمام، يعني مش هتبقى في الميدل، ها مش هتبقى في المنتصف. تمام، برافو عليكم كلكم. طيب نكمل يا بنات الحديث على الايه المسألة. الإحداثي X للنقطة التي عندها محصلة القوة، الإحداثي X للنقطة اللي عندها محصلة القوة المؤثرة في شحنة صفر، محصلة القوة صفر، دي اسمها نقطة إيه؟ أوكي. لا، النقطة اللي فيها محصلة القوة equilibrium position. equilibrium إيه؟ طب يا بنات الإيكوليبريم بوزيشن لو حطيت فيها شحنة موجب أو سالب تفرق معايا؟ لا لا ما تفرقش. كبيرة ولا صغيرة تفرق معايا؟ لا ما تفرقش. يعني معنى كده إن الرقم ده ملوش ريحة اللازمة خالص. ليه؟ عشان الشحنة دي اللي موجودة في الإيكوليبريم بوزيشن، والإحداثي X للنقطة اللي عندها محصلة القوة المؤثرة في شحنة كذا صفر، هو 2.358. يبقى موقع الاتزان كان هنا كده بنات، وكان بيساوي 2.358، وأنا بقول بالراحة عشان عايزك تركزي معي. طيب لو أنا حطيت تيست تشارج كان قيمتها 3 مايكرو كولوم وسميتها مثلا كيو نود، كيو 1 تعمل فيها ايه؟ ريبل يا مس بقوة اسمها اف ايه؟ اف 1. كيو 2 تعمل فيها ايه؟ ريبل كذلك بقوة اسمها اف ايه؟ اف 2. اف 2 بتساوي اف 1 ولا لا؟ ايوه بتساوي بقى. طب يا بنات لو انا قلت لك اف 1 اصلا بتساوي ايه؟ هتقولي لي تصدقي اف 1 هتساوي كي في كيو 1 في كيو نود على ار 1 تربيع، مش ده القانون اللي انتوا حافظينه؟ ايوه. طيب واف 2 بتساوي ايه؟ كي في كيو 2 كيو نود على ار 2 تربيع. المشكله دلوقتي عارفه في ايه؟ ار 1 اللي هي مين وار 2 اللي هي مين؟ ار 1 عارفه ار 1 المسافه من الشحنه الاولى لموضع الاتزان، R1 المسافة من الشحنة الأولى لموضع الاتزان، هذه اسمها R1، وR2 المسافة من الشحنة الثانية لموضع الاتزان. ممكن واحد يقول لي R2 بتساوي كم؟ تعرفوا تجيبوا لي المسافة دي ولا لا؟ نجمعهم؟ نجمعهم ولا نقصهم ولا نضربهم ولا نقسمهم؟ ها طيب. نجمع. طب ابسطها لك، بصي مش ده مش ده خط الأعداد؟ أيوه. لو قلت لك المسافة دي بتساوي كم؟ ها تطلع كم؟ 2. جبتيها منين؟ عرفت ازاي؟ 5 ناقص 3. برافو عليك، 5 ناقص 3. طب لو قلت لك المسافة دي مثلا دي بتساوي كام؟ 4. جبتيها منين؟ 4 ناقص 0. صح. انت عارفة يعني ايه؟ خدنا الرقم اليمين ناقص الرقم الايه؟ اليسار، مظبوط كده؟ خدت ده؟ ناقص اللي على الشمال، هنا خدت 5 ناقص 3. تيجي نطبق الكلام ده هنا يا بنات؟ ما هو هو ما دوت محور اكس، مش هو نفسه محور اكس ولا انا بضحك عليكي؟ ده هو نفسه محور اكس يا مستر. يعني دلوقتي مليني بقى، يبقى ار2 هتساوي مين؟ 14.33 ناقص 2.358. صح. طيب عايز برضو حد كده جدع يقول لي ار1 بتساوي ايه؟ 2.358 ناقص 1. ناقص؟ ناقص لا ناقص ايه؟ يلا ناقص unknown. برافو عليك، ناقص الانون، يعني يبقى 2.358 ناقص x1 اللي انا عايزها. طب انتوا فاكرين احنا قلنا f1 بتساوي f2 ولا لا؟ ايوه. k q1 في q نود على r1 تربيع تساوي k q2 q نود على r2 تربيع. تاني يا بنات، k q1 في q نود على المسافة تربيع تساوي K في Q2 Q نود على المسافة تربيع. نقدر نختصر K و K واختصر Q نود و Q نود، اتبقى لي ايه في القانون؟ Q1 على R2. برافو عليك، اتبقى لي في القانون Q1 على R1 تربيع تساوي Q2 على R2 تربيع. طب ايه رأيكم لو انا عملت الحركة دي، حطيت جذر هنا وجذر هنا وجذر هنا
وجذر هنا، الجذر ده يروح التربيع ولا ما يروحهاش؟ أيوة. يبقى انت هتحفظي القانون اللي انا هكتبه ده، ممكن تستخدميه بس تبقي عارفة ازاي تطلعي R1 و R2. اللي فضل هنا جذر Q1 على R1 هتساوي جذر Q2 على R2. طيب فاكرة القانون بتاع جذر كيو في اكس زائد جذر كيو في اكس على جذر كيو زائد او ناقص جذر كيو؟ فاكرين القانون ده؟ ايوه كانت بتقول لي الاكس هي المسافة، قلت لها الاكس اللي هي الايه؟ position البوزيشن. برافو عليك. طب هل هنا الار البوزيشن ولا الار ديستانس؟ ديستانس. باخد اليمين ناقص اليسار، يعني باخد 14.33 ناقص 2.358، باخد 2.358 ناقص اكس 1، صح يا بنات؟ يبقى انا دلوقتي يا مستر احنا كتبنا قانون جميل جدا اقدر من خلاله اوجد الانون. جذر كيو 1 بقى بكام عشان انا مش فاكر؟ 4.325 جذر 4.325 على 2.358 minus x1 اللي هي الانون هتساوي جذر 7.757 على 11.972. ممكن يا بنات تتحل بقى بحاجه اسمها شيفت سولف عندك في الاله الحاسبه، او تتحل بالرياضيات، فنحلها كده ونحلها كده. ماشي، عارفين طريقه اللي هي الشيفت سولف دي؟ اللي بكتب المعادله وبعد كده بدوس شيفت سولف. ايوه. طيب ممكن واحده تحلها لنا بالطريقه دي، وطريقه الرياضيات هنحلها برضه مع بعض بطريقه الرياضيات. مستر ايه، حلتها بطريقه السولف طلعت نيجاتيف 6.58. اوكي، هي بالمتر يبقى دي بالمتر. تمام، حد طلع رقم تاني غير؟ لا نفسه. نفسه؟ طيب تعالوا بقى يا بنات نحلها بالرياضيات برضه عشان تبقوا عارفين كده وكده، لو الآلة علقت معاكي ولا هنجد. انتوا عارفين في الرياضيات بنعمل اللي هي الكروس مالتيبليكيشن. طيب الكروس مالتيبليكيشن مين اللي فيه المجهول؟ هذا اللي فيه المجهول صح؟ الوتر، الوتر ده اللي فيه المجهول. فبروح واخد المجهول بكتبه هنا كله، يعني ادي 2.358 ناقص اكس 1 تساوي شرطة كسر. تمام؟ ده فيه مجهول ولا حاجة؟ ده ما فيهوش صح؟ بكتبه فوق 11.972 جذر 4.325 على الحاجة اللي كانت في السطر ده، على جذر 7.757. انتم ملاحظين يا بنات انا كاتب الارقام زي ما هي، عشان انا كان ممكن اعمل دي بالآلة الحاسبة واقرب وبعدين اضرب في دي واقرب وبعدين اعمل دي، يطلع الناتج في الاخر غلط. فحاولي بقدر الامكان دربي نفسك. فاكرين الحصه الاولى لما قعدنا نقول ازاي اشتق قانون واطلع ده يمين وده شمال عشان يطلع الناتج بتاعي مور اكيوريت، مور ايه؟ اكيوريت. طب كده بقت عندي معادله اهي، احنا عايزين مين؟ الاكس. هي بالسالب صح؟ اجيبها هنا تبقى بالموجب واخد ده هنا بالسالب. فهمتوا حاجه؟ يبقى انا كده حصلت على ان اكس تساوي اكس 1 تساوي هذا الرقم 2.358 ماينس كل الليله دي، والاله هي اللي تعمل الموضوع. ادي 11.972 جذر 4.325 على جذر 7.757. معلش اتاكدوا تاني يا بنات ان هو يطلع نفس الرقم دوت. اه طلع نفس الرقم. نفس الرقم. برافو عليكم كله. بنات الدرس ده اسمه الايكوليبريوم بوزيشن صح؟ الدرس ده موجود عندك في الوحده دي وفي الوحده الجايه، يعني الدرس ده موجود هنا بس كان عن طريق اف، اف 1 تساوي اف 2، في الشابتر الجاي هيبقى عن طريق ان اي 1 تساوي اي 2. فدرس مهم. الدرس ده مش واخد تايتل، يعني مش واخد 1.5 1.6 زي ما انتوا بتاخدوا الدروس كده، خلاص؟ ده موجود في النص كده. تمام. صفحه 13 تقريبا كاتب لك اكزامبل وعامل لك عليه الايكوليبريوم بوزيشن. فانا ارى ان هو درس مهم. لازم يجي سؤال اتزان يقول لك حددي موضع الاتزان، او حددي المكان اللي يعمل لي اتزان، حددي المكان اللي يعمل لي اتزان في الحته الفلانيه. يعني السؤال اللي انا حليته دلوقتي ده هو قال لي حددي المكان اللي يعمل لي اتزان عندي 2.358. يو جوت ات؟ يس. طيب هنصعبه سنه شويه صغنططه قوي. السؤال بس هو نيجاتيف 6 معناها ان هي يعني بعد الزيرو صح؟ بعد الزيرو ناحيه الشمال. اه اوكي فكرت مش نيجاتيف ملهاش دعوه يعني. لا لا، اصل دوت بوزيشن موقع، النيجاتيف في الاشارات ملهاش دعوه. تمام. اللي هي بتاعت الكيو 1 والكيو 2 بتاعت التشارجز. اوكي. احنا الار اللي حطيتها فيها حطيت عليها 2، هي المفروض تكون 1.
هذه R1. R1 صح، ايوه برافو عليك، صح كده انت تفهم من زمان، وسايباني كل ده بقالي ساعة بحل كده، بس احنا فاهمين انها R1 ماشي. كده المسافة من Q1 لنقطة الاتزان، R2 المسافة من Q2 لنقطة الاتزان. طيب هنصعب الموضوع سنة صغننة خالص، بس يعني نفس المبدأ، نفس الايه الكونسبت اللي احنا اشتغلنا عليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ياكوا تقولوا لي بقى لا يا استاذ احنا مش فاهمين، انا مش عارفين انت بتعمل ايه، هزعل بقى كده. ناخد كده عشان نوسع مسافة عشان نرسم ونحل مع نفسينا. ايوه كده كله تمام، مفيش حاجة اتأثرت الحمد لله. يلا يا بنات السؤال اهو قدامي، بيقول لي a charge Q1 is positioned on the x axis at x تساوي a. يعني انا عندي محور اهو خط الاعداد، بس المرة دي بقى مش مديني ارقام واحد واثنين وثلاثة، مديني رموز a. طيب a يعني انا لو حطيت هنا صفر اكيد الـ A هتبقى هنا كده مثلا، وموجود عندي شحنة Q1 يعني positive Q1 بتساوي Q. تمام. Where should a charge كذا؟ يعني ايه where should a charge be placed؟ يعني انا لسه ما اعرفش مكان دي يا بنات احطها فين. Where should a charge negative 4 be placed to produce a net electrostatic force zero on a third charge Q3 located at the origin. يلا مين تفهمني يا بنات، هي فهمت ايه من المسألة؟ هو بيقول يعني حسب ما انا فهمت ان تشارج Q1 يعني موقعها على الاكس اكسس عند x equal y, x equal a. ممتاز ديت اوكي. بعدين where should a charge Q2 equal والشحنه اي الشحنه الثانيه لازم اللي هي نيجاتيف 4 equal Q1 اوكي بي بليس لازم تكون محطوطه عشان تنتج لنا النت فورس للالكتروستاتيك فورس اوف زيرو. طيب لما تنتج لنا، لما تنتج لنا زيرو، المكان اللي فيه زيرو ده اسمه ايه؟ ايكوليبريم صح كده؟ طيب الايكوليبريم موجود وين هنا دلوقتي يا ولاد؟ زيرو لوكيتد ات اوريجين، يعني هنا كده شايف المكان ده؟ ده موضع ايه؟ الاتزان. طيب انا يا بنات ماسك في ايديا دلوقتي شحنه سالب 4 كيو وعايز احطها في مكان، احطها فين عشان تعمل اتزان هنا؟ فهمتوا السؤال؟ طيب هسألكم بقى يا بنات، احط الشحنة دي في المنطقة دي واحد، ولا في المنطقة دي اتنين، ولا في المنطقة دي تلاتة؟ وما تتسرعيش لو سمحت، فكري. احط الشحنة السالب 4 دي احطها في الاريا رقم واحد، ولا الاريا رقم اتنين، ولا الاريا رقم تلاتة؟ ثلاث. حد قال واحد ولا اتنين يا بنات؟ يلا عشان نتناقش ليه. نحط الشحنة النيجاتيف 4 ديت في الاريا رقم واحد ولا 2 ولا 3؟ هي سالبة والموجب هي سالبة، هي سالب 4، سالب 4 كيو. الموضوع بمنتهى البساطة، أنا عندي تشارج عارف مكانها موجود عند إكس بتساوي إيه، وعارف موضع مكان الاتزان عند زيرو. وقلت لكم يا بنات هو السؤال بيجي بطريقتين، إما بيدينا X1 وX2 ويطلب موضع الاتزان عشان قلت لكم كده، وإما بيدينا موضع الاتزان وإكساية ويطلب الإكس التاني. بيدينا موضع الاتزان واكسايه ويطلب الاكس الثانيه. مش احنا حلينا سؤال من شويه جبنا x1 كان مديني x2 واكس دي زيها بالظبط بس برموز، اعطاني هذه التشارج هنا، انا ماسك في ايدي شحنه يا شهده سالب 4 كيو. طب لو انا حطيتها هنا بذمتك هنا سالب 4 كيو، شحنه نيجاتيف وبوزيتيف، هل موضع الاتزان ينفع يكون بينهم يا بنات؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش؟ لا. يعني منطقه واحد دي مستبعده تماما. طب تعالوا نجرب مع بعض تاني معلش. انا احط شحنه سالب هنا سالب 4 كيو، هل ينفع احطها في المكان ده ويبقى موضع الاتزان بره الشحنات؟ ما دي سالب وموجب براهم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لا هو ينفع ولكن ما ينفعش لانه هو ده عند الكبير. برافو عليك صح كده، برافو عليك، ده ينفع بس ما ينفعش لان كده يبقى موضع الاتزان جنب الاربعه جنب الكبيره فما ينفعش. برافو عليك، يبقى ما فيش غير انهي مكان يا بنات؟ هنا بالتجربة اهو، ما تعبتش خالص والله، انا عملت ايه؟ عملت تراي اند ايرور. هنا سالب 4 كده، بصوا بقى الوضع بقى كيوت ازاي، ادي شحنتين مختلفتين اوت سايد وقريبة من السمول، يبقى كده 100 100 ولا لا؟ ايوه. طيب المكان ده تعتقدي اكس تساوي سالب 2 ايه؟ هل ده هنا كده يبقى سالب 2 ايه؟ مش السالب على يسار الصفر؟ مش هنا سالب 2 ايه يعني على يسار الصفر؟ ايوه. طب هل المكان ده تعتقد ان هو اكس بيساوي سالب ايه؟ لا لا. طب المكان ده تعتقد ان هو اكس يساوي كام؟ 2a. طب افرض يا مستر ما عنديش مالتيبل تشويس، انا عايز اطلع المكان ده معايا يا بنات، المكان ده اسمه اكس اي دونت نو كام،
فاكرين القانون اللي انا كتبته من شويه وقلت لكم جذر كيو واحد على ار واحد يساوي جذر كيو اتنين على ار اتنين؟ مش ده اللي احنا جبنا بيه المكان المجهول؟ طيب على الرسمه دي عايز واحده جدعه تقول لي ار واحد بتساوي كام وار اتنين بتساوي كام، وانتوا كلكم جدعان وانا اثق في ذات. ار واحد تساوي ايه؟ برافو عليك، استني كده اما اكتب الكلام الجميل ده. ار واحد من كيو 1 لنقطه الاتزان، يعني ار واحد هتساوي A ناقص صفر، يعني ار واحد بتساوي ايه؟ برافو عليك اهي. يلا ار اتنين بتساوي كام يا بنات؟ اكس ماينس A. اكس ماينس A، هتزعليني منك ليه؟ ما كنا كويسين. ها يلا يا بنات، ار اتنين هتقولي لي يا مستر من كيو اتنين لنقطه الاتزان، من كيو اتنين مش ديت يا بنات ار اتنين؟ ايوه اللي بنقيس دي اهي اهي، ار اتنين اهي، من كيو اتنين اللي هي عند اكس ناقص موضع الاتزان اللي هو صفر، يعني ار اتنين بتساوي اكس اللي هي انون. تيجي نعوض هنا، يلا جذر اشيل كيو واحد واكتب كام؟ واحد. اشيل ار وان واكتب كام؟ ايه لا ايه ده بالرموز ماشي. اشيل كيو اتنين واكتب كام؟ فور. اشيل ار اتنين واكتب كام؟ اكس. اكس المجهولة ها، ممكن نسميها اي حاجة. طب يلا نعرف جذر الواحد بكام؟ واحد. جذر الاربعة بكام؟ اتنين. يبقى كده لو حبيت اجيب اكس في طرف هتساوي كام؟ ضرب تقاطعي، اكس في واحد باكس، اتنين في ايه باتنين ايه، وهو المطلوب اثباته. طيب المسائل دي بتيجي بطريقتين، انا هعيد الكلام تاني بقى. يلا المسائل دي بتيجي بطريقتين، اما بيديني كيو 1 وكيو 2 واكس 1 واكس 2 ويطلب مني اكس، مين اكس ديت؟ موضع الاتزان. طيب موضع الاتزان الايكوليبريم بوزيشن هذا لو في شحنه سالب 3 او موجب 3 او سالب 100 او موجب 100 ماليش دعوه بيها، يبقى الشحنه اللي موجوده في موضع الاتزان كاني مش شايفها. خلاص يا بنات؟ وبعدين بجيب موضع الاتزان بعمل شرطه كسر كبيره واكتب جذر كيو 1 في اكس 2 زائد جذر كيو 2 في اكس 1 على جذر كيو 1 زائد او ناقص جذر كيو 2. وبخلي بالي كويس جدا ان انا لازم اكون راسم عشان اعرف احدد المكان. المكان بيكون بين الشحنات المتماثله بوزيتيف وبوزيتيف او نيجاتيف ونيجاتيف وقريب من الشحنه الصغيره، او خارج الشحنات الانلايك اللي هي الغير متماثله، خارج الشحنات الانلايك الغير متماثله ويكون اقرب للاقل في المقدار. يعني لو عندي سالب 10 وموجب 2، موجب 2 هي الصغيره عشان بقارن ما بين الاثنين والرقم 10 بتاعت الشحنات. اوكي يا بنات؟ طب لو عندي سالب 1 وموجب 5 يبقى السالب 1 هي الصغير. تمام. يا اما السؤال بيجي بطريقه ثانيه مختلفه خالص، يديني موضع الاتزان زي المساله ديت، يديني موضع الاتزان اللي هو الاكس ويديني موضع احدى الشحنتين، احدى الشحنتين ويطلب مني الموضع الثاني، يطلب مني الموضع الثاني اكس 2 مثلا او العكس، يدينا مثلا هذا الموضع وهذا الموضع. دي بتتحل بطريقه جميله قوي، جذر كيو 1 على ار 1 بتساوي جذر كيو 2 على ار 2. بس اللي بيلخبطنا كلنا الار 1 والار 2. ار 1 اللي هي مين؟ ممكن واحده تقول لي المسافه من مين لمين؟ من 0 ل A. المسافه من كيو 1 الى موضع الاتزان. طيب وار 2 اللي هي ايه؟ المسافة من كيو 2 إلى موضع الاتزان. أوكي؟ موضع الاتزان ده يكون وين ما يكون، ممكن يكون عند سالب 2.3 سنتيمتر، موضع الاتزان ممكن يكون عند 5 متر، موضع الاتزان يكون عند صفر. فبقيس الديستنس فروم كيو 1 تو ايكوليبريم بوزيشن والديستنس فروم كيو 2 تو ايكوليبريم بوزيشن وأبدأ أشتغل المسألة. يبقى أنا كده يا أولاد أنا خلصت درس مهم عشان موجود عندي في الشابتر 2 وشابتر 3 اليونت 2 واليونت 3. واتمنى انكم تذاكروا كويس جدا عشان خاطر بيجي علينا حاجات كده اوقات تلاقينا واحنا شغالين بجيب محصله قوه تلاقيني بشطب قوه قصاد قوه، تبقى انت عارفه ان ده كان مكان اتزان وقوتين بيلغوا بعض. خلاص انا اكتفي بهذا القدر. عندك اسئله تانية كتير اهي موجوده عندك، اعملها لك بالاجابات بتاعتها. السؤال ده بس اخد رايك فيه قبل ما امشي. بص السؤال ده يا بنات، السؤال ده بيقول لي 3 ملي كولوم، ام سي دي اسمها ملي كولوم، 3 ملي كولوم تشارج اند نيجاتيف 4 ملي كولوم تشارج ار فيكسد ان بوزيشن اند سيبريتد باي 5 متر. على فكره هو قال لي عندي شحنتين 3 وسالب 4 بينهم مسافه 5 متر. عارفه انت ممكن تعملي ايه؟
ممكن تحط الثلاثة دي عند الاكس بتساوي صفر والسالب أربعة عند اكس بتساوي خمسة. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. وبعدين أقول ده دول unlike charge، يبقى outside ولا inside؟ outside. طيب في الناحية اللي هتبقى فيها ثلاثة ولا الناحية اللي هيبقى فيها سالب أربعة؟ طب طالما في الناحية اللي فيها ثلاثة يعني الاكس هتبقى شرطها إيه؟ less than zero. مش احنا عطينا ده عن zero، يبقى هي أقل من zero. أقل من zero يعني اكس تطلع بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. واحدة تانية تقول لي يا أستاذ طالما ما حددليش أنا ممكن أحط النيجاتيف أربعة، لاحظي كده معايا، أحط النيجاتيف أربعة عند اكس بتساوي إيش؟ صفر، والتلاتة عند اكس بتساوي خمسة. أنا عندي شحنتين، شحنة تلاتة وشحنة سالب أربعة، أنا ماسك في إيدي اليمين التلاتة وفي الشمال سالب أربعة، مش أنا ممكن أعكس أحط السالب أربعة في إيدي اليمين والتلاتة في إيدي اليسار؟ أيوه. هل يا أستاذ النتيجة تختلف؟ آه طبعاً القيم تختلف. أنا حطيت هنا الـ Q1 اللي هي negative 4 عند 0 والـ Q2 اللي هي 3 عند 5 outside اللي charges وقريبة من الثلاثة، يعني هنا هتبقى الـ X greater than 5. مظبوط يا بنات؟ أيه. يبقى أنا لازم ألعب بالإيه؟ بالمسائل اللعب، ما يضحكش علي، أبقى عارف. وبص بقى السؤال الخبسة فيه كمان إيه؟ احنا ما قريناش السطر ده خالص. بيقول لي where could a 7 ملي كولوم charged be placed so that the net force is zero. هو بيسأل على موضوع الاتزان، بيقول لي انا عايز احط شحنة 7 في مكان يبقى المحصلة صفر. هل انا بصيت على السبعة دي بزمتك ولا جبت سيرتها؟ لا. طب انزلي تحت معايا كده رقم B. where could a negative 7 charged be placed so that the net force is zero. ده مطلوب مني رقم بيه لو حطيت شحنة سالب 7. طب ما هي الأماكن اللي جبتها في الأول هي هي صح؟ لأنها لا تتأثر بقيمة أو نوع الشحنة الموجودة في موضع الاتزان. أنا طبعا بتكلم كتير قوي بس بيبقى يعني أملي أنكم تبقوا فاهمين، لأن أنا لو مش فاهمة مفروض توقفين عن الكلام. السؤال يا بنات متكون من A و B. مرة بيقول لي أحط موجب 7 وعايز موضع الاتزان، ومرة بيقول لي أحط سالب 7 وعايز موضع الاتزان. طب ما موضع الاتزان سواء حطيت فيه موجب 7 أو سالب 7 ما بتفرقش معنا الأسامي صح؟ اللي موجودة في موضع الاتزان. سعدت ليكم شوية صغيرين دول. السلام عليكم.